ماراثون دراما رمضان انتهى، وكان حقيقي وجبة درامية متكاملة ومتنوعة بكل المقاييس. كان فيها الكوميدي وكان فيها الدراما الوطنية والدراما الاجتماعية. في هذه الدراما لمع نجوم كتير وأخفق أيضا نجوم تانيين، وشفنا خلال هذه المسلسلات مفاجآت كتيرة ربما هيكلمنا عنها بشكل أوضح الأستاذ عبد الله غلوش الكاتب والناقد الفني. صباح الخير يا أستاذ عبد الله. صباح الخير استاذ مصطفى، وصباح الخير استاذ ايمن، وكل سنه وانتم طيبين ومصر كلها بخير وصحه يا رب. أهلا حضرتك. طيب يا استاذ عبد الله، خلينا نعرف في الاول يعني رايك في دراما رمضان السنه دي، ايه انطباعات الجمهور المصري من خلال اللي تابعته؟ ايه مين ابرز الاسماء اللي اخفقت، ومين ابرز ايضا الاسماء اللي لمعت خلال الفتره الاخيره؟ بص، يعني الانطباعات اظن باين على في الشارع او على السوشيال ميديا، الناس كلها مبسوطه في السنه دي من موسم رمضان، عجبهم اعمال كتير. ممكن ما فيش، انا مش شايف حد اخفق الحقيقه، يعني في مسلسلات عملت اللي عليها وفي مسلسلات كانت لامعه جدا وناس كتير كلها اتفقت عليها. يمكن الاعمال الكوميديه تحديدا السنه دي كانت هي المفاجاه، احنا بقى لنا كتير محرومين من اعمال كوميديه. صحيح، بقى لنا كذا سنه بيبقى في مسلسل واحد وبيبقى كمان يعني مش قوي. لا، السنه دي كان في اكتر من مسلسل كوميدي صرف، وفي لايت كوميدي كمان، في اجتماعي كوميدي كان في اكتر من مسلسل. يمكن الكوميدي تحديدا الكبير، احنا من اول رمضان لغايه امبارح الكل بيتكلم على الكبير. اكتر مسلسل كان ترند طول شهر رمضان يمكن مهرجان المزاريطه السينمائي ده، يعني بقاله 4 ايام الناس كلها ما بتتكلمش غير عليه وعلى الافيهات اللي كانت بتظهر فيه. فاحمد مكي من الناس اللي لمعوا جدا السنه دي. احمد مكي اعتمد على الحرس القديم في مسلسل كبير، ان كان فزاع ان كان هدرس ان كان الدكتور ربيع، وفي نفس الوقت أضاف عناصر جديدة كمان في المسلسل زي مربوحة وزي نفادي. ف يعني شايف إن أحمد مكي من الناس الرابحين جدا السنة دي في رمضان، من الناس اللي هو مش بس أنا عشان أنا بطل المسلسل أجيب ناس معايا هما زي ما إحنا بنقول كده يفرشوا لي الإفيه وأنا اللي أقول الإفيه في الآخر، لا، مدي لكل واحد مساحته ومدي كل واحد حريته إنه يظهر وإنه يلمع. فتحيه لاحمد مكي وتحيه للمخرج احمد الجندي وكل الناس اللي في الكبير. كمان مكتوب عليا اكرم حسني وايتن عامر وهنادي مهنا من المسلسلات اللي كانت ناجحه جدا كوميديه. فيها كان اغنيه ست وانا دي مع الناس من اول رمضان لغايه النهارده على تيك توك وعلى كل المواقع، عامله شغل عالي. مسلسل في بيتنا روبوت كمان كان من المسلسلات الحلوه اللي اطفال كتير كمان اتعلقوا بيها طول شهر رمضان. فانا شايف ان الاعمال الكوميديه ناجحه جدا، الاعمال الوطنيه كمان. يعني كفايه الرئيس النهارده عبد الفتاح السيسي، سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي النهارده قالوا في الكلمه لابطال الاختيار لما قال عمل درامي بألف كتاب وألف ساعه حوار. فده كفايه اللي يلخص اللي عمله مسلسل الاختيار ومسلسل العائدون كمان في الدراما السنه دي. سيادة الرئيس كمان النهارده قال انه مش كفايه، احنا لسه كمان لازم السنه الجايه واللي بعدها يبقى عندنا كمان النوعيه دي من المسلسلات، لانها اثرت كتير في المصريين وبينت لهم واظهرت لهم حقائق كتير. تمام. الدراما الاجتماعيه كمان كان ليها دور كبير السنه دي، وفي مسلسلات كتير نجحت على راسها مسلسلين يعني الحقيقه هم اقتربوا من الكمال الحقيقه جدا. ومن احلى المسلسلات هي جزيره غمام، كان مباراه في التمثيل، كل اطرافها رائعين الحقيقه، بدايه من السيناريست الكبير عبد الرحيم كمال والمخرج حسين المنباوي وكل ابطاله بقى رياض الخولي، احمد امين اللي كان مفاجات رمضان السنه دي، فتحي عبد الوهاب، محمد جمعه، مي عز الدين، كل الناس في جزيره غمام كانوا هايلين الحقيقه. وكلنا كنا قاعدين كل يوم نشوف عرفات وخلدون مين هينتصر في الاخر، والخير هو اللي انتصر في النهايه. كمان راجعين يا هوا من المسلسلات اللي اثرت في ناس كتير وناس كتير ارتبطت بيها، ومن احلى نهايات المسلسلات الحقيقه. كفايه اسم الراحل الكبير طبعا اسامه انور عكاشه، يعني فكرنا تاني بمسلسلات زمان والدراما بتاعت زمان، خالد النبوي في احسن حالاته، نور، هنا الزاهد، هنا شيحه، اسف، وفاء عامر، نور النبوي، وسلمى ابو ضيف، كل اللي كانوا في المسلسل كانوا هايلين. في كمان فاتن امل حربي من المسلسلات اللي اثرت كتير في الناس السنه دي، ومن المسلسلات اللي شايف ان هيبقى ليها رد فعل خلال الفتره الجايه في تغيير قوانين كتير بتخص قانون الاحوال الشخصيه. نيلي كريم كانت هايله،
يسرا السنه دي عملت حاجه جديده، غيرت الستايل، نوعيه الدراما اللي هي كانت بتقدمها بقى لها اكتر من سنه. كان في شله ديدي يسرا ومي كساب وشيماء سيف وغادة عادل، رباعي كان هايل جدا. فانا شايف في مسلسلات كتير السنه دي الحمد لله كانت كويسه. بالظبط، يعني حضرتك بتتكلم عن موسم رمضاني ناجح، يعني دايما كنا معتادين في شهر رمضان الموسم الرمضاني نتكلم عن التمثيل، ممثل انه كان مفاجاه رمضان او اخراج او ورق. حضرتك اتكلمت عن اكتر من مفاجاه شملت الكل، سواء نجوم الصف الاول ونجوم الصف الثاني كمان. يعني انا لسه كنت بتكلم على يسرا، انت شايفه اربع نجمات كبار كل واحد فيهم كان بيعمل بطوله مسلسل لوحده. لما بنتكلم على الاختيار، احنا مين كان يحلم من سنه او من سنتين ان يبقى عندنا مسلسل فيه احمد السقا، كريم عبد العزيز، احمد عز، وياسر جلال، وخالد الصاوي، كل واحد فيهم كان بطل مسلسل لوحده، فانهم يتجمعوا في عمل واحد، فانت متخيل حجم العمل عامل ازاي. محمد رمضان كمان من المسلسلات اللي الناس اختلفت عليها المشوار، ناس عجبهم المسلسل وناس ما عجبهمش، بس انا عجبني فكره ان محمد رمضان بيغير، مش بس يعني بيغير الشكل اللي هو كان مرتبط بيها عند الناس بقاله كذا سنه. من المسلسلات الحلوه كمان العائدون، احنا اتكلمنا عليها، امير كراره برضو رجع تاني عامل ستايل جديد مختلف عن شكل الضابط اللي هو قدمه قبل كده في اكثر من مسلسل. من المسلسلات اللي لفتت نظر ستات كتير وعجبهم مسلسل يوتر. طيب خلينا قبل ما نروح للمسلسلات الاجتماعيه زي يوتر، الدراما الوطنيه، بما ان حضرتك ذكرت العائدون، النهارده كان الفنان امير كراره وابطال العائدون كانوا من ضمن الفنانين اللي كانوا مكرمين من الرئيس ووجه لهم كلمه مهمه جدا. الى اي مدى كلمه الرئيس وتشديده على اهميه الدراما في نقل الحقيقه وتوثيق التاريخ هي حافز لصناع الدراما ان يكون مش بس الاختيار، ان يكون اكتر من عمل وطني على نفس الفكره، توثيق التاريخ ونقل الحقائق. ده اللي قاله النهارده كريم عبد العزيز كمان لسياده الرئيس عبد الفتاح السيسي في الكلمه اللي قالها في الاحتفاليه، قال فيها انه حضرتك بتحملنا مسؤوليه اكبر ان احنا نقدم في السنين الجايه اعمال ثانيه. صحيح. فانا بقول لك زي ما انا قلت لك كلام الرئيس النهارده، ان عمل درامي ب 1000 كتاب و1000 ساعه حوار، قد ايه المسلسل كان مؤثر في الناس، وقد ايه مش مؤثر بس في مصر ومؤثر بره مصر، وده اللي ذكره سياده الرئيس النهارده، وقال ان كان في حاله استنفار شديد جدا وكذب وادعاء من الاهل الشر تجاه المسلسل، وقد ايه المسلسل ده اثر في مش بس في المصريين وكمان بره مصر. صحيح. فده اللي اعتقد هيبقى السنين الجايه اكيد في مسلسلات كتير من نوعيه الاختيار. طب خليني اتكلم على تكنيك الاعمال الدراميه، هل هيختلف في المواسم القادمه ولا يعني اديكوا دراما او الاستعانه بالجزء الوثائقي والاستعانه بمقتطفات صوتيه من حاجات ومزجها في عمل درامي؟ ده بقى شكل هو طبعا موجود طول عمره الشكل الديكو دراما، ولكن هل تعتقد ان هو هيبقى يعني تيمه موجوده في المواسم القادمه؟ اكيد، وده على فكره ده ما كانش من السنه دي، السنه اللي فاتت من الاختيار، السنه اللي فاتت أي. الجزء الثاني بس ما كانش بالتوثيق ده، وما كانش فيه المقتطفات الهامه دي، التسريبات الهامه دي، ما نقدرش يعني ننكر ان فعلا كان في اضافه في هذا الموسم. ده غير ان الحلقه الاخيره كمان كان بقى كانت وثائقيه تامه، وبينت حاجات كتير ما ذكرتهاش المسلسل، فده اعتقد ان هيبقى موجود كتير السنين الجايه ان شاء الله، بس هو كمان كان من السنه اللي فاتت، فانا وده موجود في العائدون وفي هجمه مرتده كمان السنه اللي فاتت. طب حضرتك شايف انه في عمل هيستمر الجدل عليه بعد شهر رمضان؟ هيستمر الجدل عليه؟ يعني مثلا يعني لو قلنا حضرتك قلت مسلسل فاتن حربي بتأمل ان قانون الاحوال الشخصيه مثلا، يعني وليك حريه الاختيار لو اخترت عمل تاني، ممكن يفتح الباب، حضرتك شايف انه فعلا قانون الاحوال الشخصيه يتغير لصالح المراه بما انه العمل عرض معاناه امراه مطلقه؟ هو الجميل في المسلسل انه ما عرضش معاناه بس فاتن اللي هي نيلي كريم، لكن احنا في كل حلقه تقريبا كنا بنشوف معاناه لست تانية مختلفة في مشاكل تانية. يعني اللي مش عارفه تدخل ابنها مدرسه، اللي مش عارفه تسافر بابنها عشان تعالجه بره،
في اكتر من ماده في القانون هتتغير، واعتقد ده اللي هيحصل ان شاء الله في الايام الجايه. فانا شايف ان فاتن امل حربي لسه مستمر مع الناس في فكره الجدل اللي هيكمل فيه في انه تغيير قوانين وحاجات كتير. صحيح. طيب يعني ربما انت اتكلمت عن نجوم الصف الاول وابرزت ادوار يعني ياسر جلال وكريم عبد العزيز وخلافه، نجوم الصف الثاني في رمضان اخبارهم ايه؟ مين ابرز من يعني يطلق عليه نجم الصف الثاني او زي ما بيقولوا النجم المساعد يعني؟ محمد شاهين مثلا كتير. في سوتس بالعربي محمد شاهين طبعا يعني كانج كادري من اكثر الشخصيات، عمل دور رائع. يعني ازاي لبس الشخصيه، ازاي الكاركتر ده اللي موجود في اي جهه عمل موجوده عندنا ما بقيناش عارفين احنا نكرهه ولا نتعاطف معاه، عمل دور هايل. رياض الخولي كمان في جزيره غمام طبعًا. من احلى ادواره، شو يعني هو فنان قدير وكل ادواره حلوه، لكن من احلى ادواره محمد سلام هدرس ده يعني طبعًا. هو يعني قنبله افهات طول رمضان مع الناس، افهات هايله. في اسلام ابراهيم كمان في راجعين هوا من احلى الادوار اللي عملها. ففي نجوم صف تاني كتير، في وفاء عامر احنا اتكلمنا عليها في جزيره غمام، في منى نور الدين ان كانت في الاختيار او في مسلسل مصطفى شعبان كمان، احنا ما ذكرناش دايما عامر من المسلسلات المهمه اللي ناقشت قضيه التعليم، ودي كانت حاجه غايبه عننا كمان بقى لها كتير، وفكره التعليم الانترناشونال والتعليم الناشونال وايه المشاكل اللي بيعاني منها الشباب والجيل ده تحديدا. فانا شايف احلى حاجه كمان في الدراما السنه دي الحقيقه انه خلى اجيال ما كانوش بيتفرجوا على الدراما انهم يرجعوا تاني يتفرجوا على الدراما ويرتبطوا بيها، كان دايما عامر او في بيتنا روبوت او في اكتر عمل تاني، اكتر من عمل تاني. في كمان وجوه جديده شابه كتير الحقيقه ظهروا، زي ما اتكلمنا عن مربوحه، زي ما اتكلمنا عن احمد ماجد سواء في فاتن امل حربي او في جزيره غمام، من الناس اللي كتير اشادوا بيه جدا في الدراما السنه دي. في رحمة أحمد، في طارة عماد كمان عاملة دور هايل كان في سوتس، ومن الناس اللي ناس كتير أشادوا بيها. فكمان من الحاجات الظواهر الحلوة في الدراما السنة دي إنه رجع لنا ناس كتير أو نجوم كبار كانوا غايبين عننا بقالهم كتير، زي شريف خير الله، زي عايدة فهمي، ناس كتير كانوا منسيين في الدراما رجعتهم. فادي عبد الغني كمان في مسلسل فاتن حربي، سوسن بدر في مكتوب علي. صحيح صحيح طبعا. طب مين ممكن ياخد يعني يتأهل لدور البطولة باعتقادك من وجهة نظرك، لو احنا لسه بنتكلم على القصة دي؟ يعني احنا قلت ان عدد كبير من الأسماء، هل تراهن مثلا على هدرس ان هو ياخد دور بطولة في احد الأفلام؟ محمد سلام يعني، هل تراهن على حد فيهم من الصف؟ الرهان الاكبر اللي هو يعتبر مفاجاه بالنسبه لي ومفاجاه لناس كتير هو احمد امين تفوق على نفسه الحقيقه في جزيره غمام من احلى الادوار، وناس ارتبطت بالشيخ عرفات بطريقه غير طبيعيه. وانا شايف احمد امين يعني قاعد تماما على الكوميديا وعن الستايل اللي احنا كنا راسمينه ليه اول ما بدا، وعامل دور هايل. انا شايف ان احمد امين هيبقى من ابطال واحد من ابطال المسلسلات المهمه في رمضان الجاي ان شاء الله. ان شاء الله. بنشكرك جزيلا الناقد الفني الاستاذ عبد الله غلوش، شكرا جزيلا ليك.